السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أيامكم كل خير. معكم أخوكم محمد الخالي من شركة بروج. اليوم متواجدين في مشروع بروج سكاي لايف. طبعاً المشروع الحمد لله بفضل الله قارب على الانتهاء. راح نوريكم فيها شقة معروضة للبيع في الطابق الخامس في البلوك بي. طبعاً مثل ما تشاهدين احنا حالياً متواجدين في الكوريدور. الدور الواحد فيها ثلاث شقق، عندنا شقة على اليمين وشقة على اليسار وشقة وسطية، جميعها لها اطلالات على البحر ولها اطلالات على الطبيعه. شقق مميزه صراحه، راح نشوفها الان بالتفصيل. بالنسبه للمصاعد، عندنا مصعدين في العماره، والعماره عباره عن 14 طابق، وايضا كل دور فيها ثلاث شقق. راح نشوف الشقه الوسطيه، راح نشرحها لكم بالتفصيل. اولا مساحتها 168 متر مربع، عباره عن ثلاث غرف صاله فيها ثلاث دورات مياه. اول ما ندخل يعني بامكانكم تحطوا دولاب المدخل، يعني المدخل الحمد لله مساحة طيبة. على يميننا مباشرة راح نبدأ بالمطبخ. مثل ما انتم شايفين عندنا المطبخ مساحة كبيرة، ماخذة ثلاثة زوايا، الدواليب فيها راكبة جاهزة، بالإضافة إلى بلكونة تابعة للمطبخ. تفضلوا ويانا يعني. طبعا الأرضيات فيها سيراميك، وإطلالة كاملة على البحر والطبيعة. مثل ما انتم شايفين قريبين من مول جواهر، قريبين من فندق النوتل، ونبعد عن الشارع الرئيسي ما يقارب 600 متر. بالإضافة أسفلنا في وادي، يعني ما في بنايات راح تمني قدامنا وتغطي علينا. وأيضا المنطقة الجبلية هذه اللي بتشاهدوها، المنطقة هذه تابعة للدولة غير مصرحة بالإسكان بسبب الأرض الواعرة. منها نشوف توزيع الغرف. على يميننا او على مدخل الشقه مباشره عندنا الغرفه الاولى، ممكن تخلوها للضيوف. طبعا مساحه كبيره مثل ما انتم شايفين، تكفي فيها سريرين بكل اريحيه، بالاضافه الى دولاب. طبعا الاطلاله كامله بحكم ان الواجهه الاماميه قزاز بالكامل، تقدروا تشوفوا الاطلاله بكل وضوح. هنا عندنا مدخل الشقة، مثل ما ذكرت لكم مدخل الشقة الرئيسية، الباب الرئيسي. ومنها نتوجه للصالة. عندنا الصالة هنا المساحة التقريبية لها 35 متر مربع، تقريبا 7 × 4، أو نقول مثلا 6.5 × 4.5 تقريبا. مثل ما انتم شايفين تقدروا تأسسوها بالطريقة هذه، وأيضا واجهة أمامية قزاز بالكامل من السقف إلى الأرض، حيث أنكم تشوفوا الإطلالة كل وضوح. إطلالة بانورامية على الطبيعة والبحر، وهذه إطلالة دائمة تعتبر بحكم إنه ما راح تكون في بنايات قدامنا بإذن الله مستقبلا. ومثل ما انتم شايفين أثاث راقي جدا داخل الشقة. وعندنا هنا دورة المياه الأولى، طبعا دورة مياه صغيرة تخدم الضيوف. وعندنا هنا دورة المياه الرئيسية، دورة المياه الثانية مثل ما انتم شايفين. عندنا المغسلة، كلوزيت، وأيضا عندنا المروش، بالإضافة إلى منطقة اللي هي غسالة الملابس. وهنا عندنا الغرفة الثانية أيضا بنفس الإطلالة. طبعا العمارة أو البرج لها إطلالة بالكامل، جميع الشقق الثلاثة اللي موجودة في الدور جميعها بنفس الإطلالات الجميلة هذه على الطبيعة وعلى البحر. وعندنا خدمات في المجمع بإذن الله راح تتوفر، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة، جلسات عائلية، ألعاب أطفال، بالإضافة إلى ملعب، أيضا حراسة أمنية، كاميرات مراقبة، بوابات إلكترونية لدخول المجمع. هذه الغرفة الثانية، منها نشوف الغرفة الرئيسية، الغرفة الثالثة. طبعا تحتوي على سرير مزدوج بالإضافة إلى كوزينتين، دولاب، تسريحة مجهزة بالكامل. وأيضا هنا عندنا دورة مياه تابعة لغرفة النوم الرئيسية متكاملة، تقدروا تشوفوها فيها المروش بالإضافة إلى الكلوزيت والمغسلة. نتوجه للبلكونة، الشقة تحتوي على بلكونتين، بلكونة في المطبخ
وبلكونة تابعة لغرفة النوم الرئيسية. أيضا بإطلالة ما شاء الله تبارك الله كاملة على الطبيعة وإطلالة على البحر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.